للحديث أكثر عن تظاهرات الطلاب في كردستان العراق التي انطلقت منذ أيام وأسبابها وتداعياتها، ينضم إلينا عبر سكايب كل من مدير مركز الهدى للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الدكتور محمد بازياني، وكذلك الكاتب والباحث السياسي أحمد الساعدي. وستكون معك البداية أستاذ أحمد، يعني بالتزامن مع تظاهرات كردستان العراق خرجت تظاهرات عدة في المحافظات الأخرى، كيف تقرأ هذه الغضبة من الشعب العراقي الموجهة ضد شركاء العملية السياسية في العراق؟ تفضل. نعم، مرحبا بك سيدي الكريم وبقناتكم المحترمة وبضيفكم الكريم. بالحقيقة هذه الاحتجاجات كانت متوقعة جدا، خصوصا أن هناك الكثير من الاحتجاجات التي تجري في مختلف محافظات العراق، والسبب الرئيسي هو التقصير في تقديم الخدمات والأمور الضرورية للمواطن العراقي. الأزمات بالحقيقة هي ليست جديدة، وإنما منذ سقوط النظام السابق إلى اليوم، والسبب يعود إلى حكم العوائل بالحقيقة والمحاصصة المقيتة التي قسمت الشعب العراقي والتي استولت على حقوق الأبرياء. واحتجاجات السليمانية هي بالحقيقة مطالب مشروعة تكفل بها الدستور والقانون العراقي، لذلك عبروا عن رأيهم بالاحتجاج السلمي ورفع لافتات، وهذا كله مشروع. أما بخصوص الرد الذي جاء من قبل قوات الأمن، حقيقة غير مرضي ومحزن، وأنا أستنكر بالحقيقة هذه الأفعال التي تحدث ضد المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بمبلغ رمزي حقيقة، وهو ما يقارب 40 دولار. 40 دولار لو سألنا أي حزب آخر أن هال 40 دولار ليست ذو قيمة أمامهم، لأن جميع الأحزاب بالحقيقة يمتلكون مكاتب اقتصادية ويديرون وزارات، وهذه كلها يحصلون من خلالها على أموال هي ليست رسمية ولا شرعية، ولكن هم شرعنوها لأنفسهم، وهذا بالحقيقة محزن جدا. وأنا أتوقع أن تتسع رقعة الاحتجاجات لأكثر من محافظة. دعنا نتوقف قليلا عند وصفك لتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين المطالبين بتحصيل حقوقهم سيد أحمد، يعني في تشابه غير مستغرب، يتم قمع التظاهرات في المحافظات العراقية بطرق شبيهة لتلك التي يعني تتبع في كردستان العراق، بما تفسر هذه العقلية القمعية التي تسيطر على متخذي القرار السياسي في عموم العراق؟ تفضل. نعم، بالحقيقة أنا وقد وصفت في رواية قد كتبتها أن هذه الحكومات الحالية المتواجدة المتعاقبة هي تشبه النظام البيروقراطي، والنظام البيروقراطي هو عملية تواصل بين الدولة والأحزاب مباشرة، والهدف منه تبادل المصالح. لذلك حكم العوائل ما من الممكن أن يعطي التنازلات بالسهولة للشعب العراقي، لذلك حصل قمع. هذا نجده في بغداد وفي كردستان وفي الجنوب، الضحية الأولى هم الشعب العراقي، وهذه الأفعال هي تقلل ربما من حدة الاحتجاجات بنظر هؤلاء الساسة الذين هم قسموا الحكومة العراقية إلى حكم عوائل، وكما قلت لك أنه من خلال هذه الأفعال الغير محترمة والمسيئة بحق المواطن العراقي هي لوقف الاحتجاجات الفكرة. ابقى معي على أي حال سيد أحمد، سعود إليك الآن. انضم إلينا مدير مركز الهدى للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الدكتور محمد بازياني، ولكن عبر الهاتف. أهلا بك دكتور محمد، يعني لليوم الرابع على التوالي تستمر التظاهرات في عدد من المدن في كردستان العراق، كيف تجري الأمور حتى الساعة في المدن والمناطق التي انتفضت في كردستان العراق؟ تفضل سيد محمد.
سيد محمد بازياني. نعم تفضل. حقيقة المظاهرات اللي الآن دائرة في الإقليم أي نتيجة كثير من المعاناة اللي تعاني الشعب الكردي منذ أكثر من 3 عقود، معاناة تسلط الحزب على مقدرات الشعب. الحزب أكبر من الحكومة، الحكومة تدير الحزب، فهذا الخلل الكبير في الحكم في العراق وفي الإقليم بالذات، هذه حقيقة. نعم. طيب الحكم غير رشيد، الفاسدين هم اللي يديرون الحكم من دون أن يكون لهم تجربة، واللي لهم تجارب بالحكم وأيضا مخلصين لهذه الأمة ولهذا الشعب يعني خارج إطار الحكم وما يتم يعني الاستفادة من خبراتهم العملاقة، في حين في الحكومات البائدة في العراق كثير من الشباب الكرد والمنتمين إلى مؤسسات حكومية كانوا يديرون البلد بصورة جيدة حقيقة، وتشار لهم بالبنان وفيهم علماء وفيهم إداريين. طيب دكتور محمد، يعني الأحداث على الأرض في أكثر من محافظة تقول إن القمع مستمر من قبل القوات الأمنية، التظاهرات في كردستان العراق إلى أين ستمضي في المرحلة المقبلة بحسب متابعتك؟ حقيقة سبق أن قبل أكثر من 20 سنة أنا ذكرت في معظم دراساتي أنه الشباب الآن لا يتم تربيتهم تربية صحيحة، والحكومة ما تفكر في الشباب المستقبلي. فهذه الحقيقة أنه الشباب يكونوا كالبركان حقيقة إذا لم يتم توظيفهم، توظيف طاقاتهم. الآن الشباب معطلين، يعني معظم الشباب الخريجين معطل، يعني الشاب يحتاج إلى كثير من المستلزمات اليومية، لكن الشاب ما يملك حتى 250 دينار عراقي. معظم الشباب اللي كانوا بالمظاهرات طلاب وبالأقسام الداخلية وديعانون معاناة كبيرة، يعني هناك يعني مآسي كبيرة في الإقليم وفي حتى العراق، طلاب يعانون كثير، الطلاب هم رأس الحربة في كل الثورات وكذلك في كل الانتفاضات اللي موجودة في العراق وفي خارج العراق. أنا حذرت الحكومة وقتها يعني قبل 20 سنة، قلت لهم يجب توظيف هذه الطاقات ويجب التفكر مستقبلا لشأن هذه الطلاب وإشغالهم في كثير من المعامل. هذه الفكرة دكتور محمد، على أي حال ابقى معنا، سأعود إليك بأسئلة أخرى. الآن أنتقل إليك ضيفي عبر سكايب أستاذ أحمد الساعدي، يعني إذا كانت سلطات كردستان العراق قررت الاستجابة لمطالب المتظاهرين، هل تعتقد أن الحكومة في بغداد ستستجيب لمطالب المتظاهرين في بقية المحافظات مثلا؟ نعم عزيزي، لا أعتقد أن حكومة كردستان ولا حكومة بغداد ستستجيب لمطالب المتظاهرين. ولا أعتقد أنه هناك سيكون حلول مرضية للشارع العراقي، فالأزمات كثيرة حقيقة. إذا بدأنا بالأزمات السياسية فهي متراكمة وكثيرة، كذلك الأزمات الاقتصادية الأخرى وتقديم الخدمات وغيرها. وقد رأينا في ثورة تشرين العظيمة كيف ثار الأبطال من الشيبة والشباب والشابات من الشعب العراقي للمطالبة بحقوقهم، ولكن قوبلوا برفض وقمع وقتل لهذه الكفاءات التي المفروض من الحكومة بدل قتلهم من قبل الأحزاب الفاسدة أن تدعمهم وتوفر لهم مطالبهم المشروعة. الكاتب والباحث السياسي أحمد الساعدي كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك مجددا دكتور محمد، يعني هل تتوقع أن تستمر التظاهرات على الرغم من حديث السلطات في كردستان العراق عن نيتها الاستجابة لمطالب المتظاهرين؟ حقيقة بعد اتساع رقعة المظاهرات والاحتجاجات اليوم حكومة الإقليم كردستان جلسوا جلستهم
الاضطرارية، فقرروا تخصيص ميزانية من حكومة الإقليم لتخصيص المخصصات اللازمة للطلاب. وأنا في نظري المطالب ترتفع، سقف المطالب لتشمل توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن. ونحن طبعا مقبلين على الشتاء، وشتاء في كردستان قارس، حيث لم يتم لحد الآن يعني توزيع النفط الأبيض، وهذا أبسط حق على المواطن. وأيضا الآن يجوز أنه ترتفع مطالب المتظاهرين من اليوم فصاعدا لتشمل تخفيض الضرائب. الآن الضرائب كثيرة على الدور وعلى السكن وعلى المحلات التجارية وحتى على الشركات. طيب دكتور محمد، دكتور محمد، يعني كيف تقرأ المشهد بعد أن زادت رقعة التظاهرات في كردستان العراق وبقية المحافظات؟ هل تتوقع أن تتواصل مثلا هذه الحركات وبالتالي يشهد العراق موجة جديدة من ثورة تشرين تشمل كل العراق هذه المرة حتى المحافظات الغربية؟ أستبعد ذلك، لأن معظم حتى القوات الأمن والشرطة هم مواطنين، وأبنائهم اللي يعانون هالمعاناة الضخمة، أيضا هؤلاء أيضا يعانون تأخير الرواتب مرات كثيرة، أيضا ارتفاع أسعار السلع، وعدم توفير أبسط مقومات العيش الرغيد، وحتى يعني كما قال ضيفكم الكريم حقيقة يعني حق التظاهر هذا حق مشروع ويجب أن لا يقمع كما الآن تقمع. هذا تولد الضغط، تولد ضغط آخر أنا في نظري. فإذا تستمر الحكومة الإقليم وحكومة الحكومة العراقية بهذه الحالة، عدم الانتباه إلى الشباب، أنا في نظري الشباب يكونوا كالبركان لا سامح الله. فهذه الطامة الكبرى، العراق الحضارات، عراق التراث، عراق السياحة، عراق الأرض. نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك مدير المركز، مركز الهدى للدراسات الاستراتيجية والأبحاث الدكتور محمد بازياني.